ماتت النجمة ماما سناء وما اكتشفه أهلها بعد وفاتها صدمهم أكثر من وفاتها. في الساعات الأولى من صباح اليوم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وفاة ماما سناء الأم الأشهر على صفحتها في حالة كبيرة من الحزن عليها من قبل متابعيها. اشتهرت ماما سناء من خلال فيديوهاتها المصورة عن طريق ابنها الذي كان يسجل لحظاتهم اليومية بشكل كوميدي وطريف، بإضافة لمشاركتها بمحتوى خاص بالأعياد والمناسبات وتسجيل لحظاتها مع أسرتها في حالة من السعادة والمرح، والذي حازت على انتشار واسع فوصل عدد المشتركين عبر صفحتها قرابة 1,000,000 متابع، لتشابهها مع غالبية أمهاتنا وجداتنا في كل بيت مصري بسبب تلقائيتها في ردود أفعالها وابتسامتها الطيبة، الأمر الذي ترك أثرا مؤلما لدى متابعيها، كما وصفها أحد المتابعين بأنها الحجة الحلوة، بالإضافة لتشابهها مع جدته، وأن خبر وفاتها أوجع قلوب من أحبوها. اشتهرت بمقاطع صغيرة تحتوي على تحديات بينها وبين نجلها الأكبر محمد شاكر أو حمو كما كانت تلقبه، ومن أشهر فيديوهاتها تحدي 100 جنيه والذي وصل عدد مشاهداته إلى 90,000,000 مشاهدة. ماما سناء لديها ابنين هما شادي ومحمد الذي شاركها في غالبية فيديوهاتها، كما صرحت في إحدى اللقاءات على قناة الحياة بأن أرباح القناة توزع مناصفة بينها وبين ابنها محمد، وشعورها بالسعادة عندما تقرأ تعليقات المتابعين عنها ودعواتهم لها دائما بالنجاح والتفوق. وكذب كثير من التعليقات خبر وفاتها في حالة صدمة لحبهم الشديد لها، وتوالت غيرها من التعليقات طالبين لها من الله الرحمة والمغفرة، فوصل عددهم لأكثر من 30,000 تعليق في خلال ساعة واحدة فقط. رحم الله الراحلة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وزويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله.